يا مرحبا، مساكم الله بالخير وسعد الله جميع اوقاتكم كل خير ان شاء الله. اليوم نبي نصور لكم الجيلي ستيري موديل 2024 فئه الفل كامل. في البدايه عندنا محرك السياره 2000 سي سي 4 سلندر توربو، انارات السياره الاماميه فل الاي دي مع عدد 4 حساسات اماميه. ننتقل للسياره من الجنب، سياره تجيب جنوط بمقاس 20 انش مكحله، والجنوط لحالها تحفه فنيه ما شاء الله تبارك الرحمن. السياره كذلك تجيب اشارات من المرايه وحنايا عفش ما شاء الله تبارك الله، وكل لتر بنزين يمشيك 14.9 كيلو، والتقييم ممتاز. هذه ما شاء الله السياره من الخلف، عدد 4 حساسات خلفيه وانارات السياره خلفيه فل الاي دي مع جناح خلفي. هذه ما شاء الله السياره من الداخل، واللون الداخلي ما شاء الله جدا جميل. شوفوا طريقه فتح الشباك بالطريقه هذه، كذا يفتح وكذا يقفل، وما شاء الله فيها تكييف خلفي، مخارج شحن خلفيه ومساحه تخزين، واكيد تجيب فتحه سقف بانوراميه. طبعا السياره تجيب دخول ذكي وتشغيل بصمه. قبل لا ننتقل للسياره من الامام، هذا ما شاء الله شكل مفتاح السياره. هذه ما شاء الله السياره من الامام، وكرسي الساق وكذلك الراكب بحركه كهربائيه. في الجهه اليسار للساق القزاز كامل كهربائي وتلمسه واحده، سنترك القزاز وسنترك الابواب. والسياره ما شاء الله تجيب رادار، عندنا نظام الاوتو والانارات الخارجيه وكذلك مستشعر مطر. هذا ما شاء الله زر التشغيل الذكي في السياره، وهذه ما شاء الله شاشه السياره الجميله المليئه بالمواصفات والمميزات. واحد المميزات في هذه الشاشه تقدر تتحكم بالتكييف عن خلالها. هذا ما شاء الله غير السياره، طبعا غير كهربائي، عندنا جانط كهربائي وكوب هولدرز بعد اثنين وكذلك شاحن لاسلكي. انارات السقف في السياره الاي دي، وشوف كيف جايه المرايه ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه ما شاء الله مرايه السياره، وفي وسط المرايه ما شاء الله عندك مرايه ثانيه مع اناره الاي دي. هذه ما شاء الله اغلب مواصفات السياره الجميله.